لنقاش شأن سوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل والكاتب الصحفي السوري خليل مقداد. أهلا بك أستاذ خليل. أهلا بكم أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أستاذ خليل. كيف تقيمون الهدنة التي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي من جهة، وكذلك الهدنة اليومية الروسية من جهة أخرى، وما مدى أفق نجاحها في ظل القصف المستمر وسقوط العشرات من القتلى والجرحى؟ يعني يا سيدتي، هذا يذكرنا بمذبحة السارين في الغوطة، وعندما هب المجتمع الدولي وهدد نظام الأسد وفرض عليه حظرا، وكان على وشك توجيه ضربة عسكرية له. لكن ما الذي حدث فعليا؟ تم الاتفاق على تجريده من السلاح الكيميائي، وبالتالي قام بالرضوخ. لكن فعليا هو لا زال يستخدم السلاح الكيميائي بكافة أشكاله، يعني وإن كان بمستويات أخف أو بشكل أخف مما حدث في الغوطة آنذاك. لكن هذا يؤكد انه لا وجود لهدنة البتة، وان ما يحدث يدخل يعني في باب التسويف والمماطلة واعطاء النظام الوقت الكافي لاخضاع الشعب السوري. وهذا ايضا يعني يتم بتوافق وبرضا امريكي روسي. لا يمكن التعويل على ما يحدث الان من خلال الموقف الأمريكي ضد روسيا واتهامها بأنها لا تستطيع أن تفرض هدنة خاصة بها، لأنها فعليا تفرضها. وفعليا حتى الهدنة الروسية غير موجودة، لأن النظام اليوم يعني منذ الصباح الباكر حيث يجب أن يكون هناك هدنة باشرة في القصف على الغوطة، وحتى المناطق التي يفترض أن المدنيين قد يستخدموها للخروج. هذا على فرض ان هناك من يريد الخروج، لكن لا احد يعني حاول ان يخرج حتى من الغوطه. استاذ خليل، يتحدث بعض المراقبين عن وجود تحرك امريكي بريطاني بقطع بحريه تجاه السواحل السوريه، ما مدى صحه ذلك؟ يعني هذا ربما يدخل في اطار السعي لفرض النفس، يعني الوجود الامريكي الغربي لتأمين مصالحهم. ربما هو تحرك روتيني، لكن لا يمكن التعويل عليه على أنه تحرك ضد روسيا. لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون هذا تحرك ضد روسيا، مثلا ضد نظام الأسد، لأن ما يحدث في سوريا متوافق عليه بشكل كامل. هذا من وجهة نظري أنا طبعا، متوافق عليه بشكل كامل، وهم يعني يتبادلون الأدوار باستمرار بحسب تغير المواقف أو على الأرض. هل هذا يدفعهم إلى تحقيق نوع من توازن القوى من خلال نشر القواعد الروسية التي تضم آلاف الجنود والأسلحة مقابل 20 قاعدة عسكرية أمريكية تتحدث عنها بعض المصادر في سوريا؟ يعني هل هو توازن، خلق لتوازن قوى فقط لاستقرار المنطقة؟ نتحدث عن الشرق الأوسط ككل وليس سوريا فقط. يعني الآن هم متوافقون جدا، ولا مشكلة ولا يعني لا خوف من اندلاع مواجهات. لكن لماذا هذا التواجد العسكري؟ لماذا هذا تكثيف هذا التواجد العسكري؟ نعم يا سيدتي لو سمحت لي، الآن لا خوف، لكن أنا برأيي أن ما سيحدث مستقبلا هو الخلاف على هذا التواجد وعلى هذه الامتيازات والمصالح. سيدب الخلاف بينهم لاحقا، لكن ليس الآن. الولايات المتحدة الآن لديها قواعد ولديها تواجد في الأردن ولديها في العراق، كذلك كما في سوريا ولديها في المنطقة كلها. بريطانيا أيضا لديها الوجود في الأردن، وهي باتجاه الحدود الشرقية أيضا وتدرب بعض فصائل المعارضة. روسيا استغلت خلافها مع تركيا فدعمت الأكراد واستطاعت أن تنشئ قواعد. الآن أصبحت هذه القواعد غير مرحب بها أمريكيا ربما يكون أو غربيا، لكنها لا تستطيع أن تطرد منها روسيا إلا بالتوافق. يعني أشكرك جزيل الشكر، المعذرة لضيق الوقت، الأستاذ خليل مقداد المحلل والكاتب الصحفي السوري، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة.